دیرا یکیتیا خرسیانا انجیلی دست پیشخری پیشکشی همو پیکاتن جواکا روجاوای کردستان کر دبن درش ما دیتنا حجه کرنه بو آوا کرنا ولاد روجا این رکفتی هجده هیوا ده هزار و سیزده اف دیتن پیکات و انجومنا کردی و انجومنا گل و اتحاد سیاسی و اتحاد سیرانی و ریخستن آسوری و گلک پارتین سیاسیین دی و کساتین جواکی تیده آمده خودی دست پیش خریه ما مستن نعیم یوسف و ها کار خواه شروع وکر رسالتنا ککنیسه هی تنبع من شخص يسوع المسيح اللي هو مؤسس الكنيسة ونحن رسالتنا أيضا تنبع من هذا المنبع نريد أن نكون جسر لكي يعبر علينا الناس حتى نستطيع أن نصنع توافق بين كل أطياف المجتمع ديتنا دكتور عبد الكريم عمر أندام ريفابرا بيوندين دبلوماسي دي أنجمنا قل يا روج آفاي كردستاني دا وهاج آركيرا آخفت كم جبنا هالشيء بحبونا بقى بكاتي حريمي بحمو مكوناتي كرد عربي عشوني سيان أرمان مسلمان مسيحي ومجاري ويجي وقت تعني زمان مثلا حجي كرني ومحبتي ومثلا ود إطار كردي ده وواقو ما أني زمان وك هادو عن جمان وتفكر سياسي كردي أز نبتر ما أما تفكر سياسي كردي نو هاديك جماعة برنامجك ما هي ومشروعك ما هي سياسي هاي و وأم حمو وسائل نجبو خاطري أرمان جاكا يا كمين ما في ملتي كرد ومزان بيام شورشة كتر بعض من شورشي بيروزة وأمو كرد أم تبلي في شورشة بوجد سبيكا وينا ما مستاي شوع قورية ديتنا اتحاد السرياني داخو يا كرن انه حكينا فيه على كيفية اعطاء صورة جيدة للمنطقة كان علينا نحن كأحزاب وقلنا بداية كأحزاب وكتنظيمات مدنية موجودة في هذه المرحلة اللي عم تمر فيها سوريا من صعاب من مشاكل إن كان في إخلالات أمنية إن كان فيها صراعات حتى نقول فيها صارت فيها سياسية إيديولوجية صار فيها مذهبية لهذا السبب نحن في المنطقة اللي عشنا فيها آلاف السنين في بداية الأمر علينا أن نكسر الجدار الموجود ما بيننا هروها ما مستبشير إسحاق السعدي بر برسي كوميتا بيوندية نشتيماني دريخستنا آسوريا ديمقراط ده وها قد ركزنا على نقطة أساسية وبكل جرأة وهي العلمانية لا يمكن أن تنفصل الديمقراطية عن العلمانية العلمانية الدين لله والوطن للجميع عدم إدخال الدين في السياسة حماية للدين من التلوث نعم ونحن نعتقد أن هذا هو الحل الوحيد لمستقبل سوريا ومستقبل كل بلد في العالم المتثالث للانتقال إلى غد جديد يشعر فيه الجميع في العدل والمساواة والتساوي بكل شيء مع مصطفى فيصل نعسو أندام كوميتانا وانديا بارتي نونري يكيتيا سياسي ددي تنيدا وهاج مرا آخر براسية من دميتين إلو قابا كبيروز وقلك باشبو جبر يما هل يكجما دخوازين جيه خود هندروي سوريا نيدا لدينا أو سوريا ديمقراطي سوريا برلماني بي هل يكجما كرد بن عرب بن سريان بن مسيحي بن جديد چه مكونات دندرو سوری ده بن ایرو جی خوته ده ببینن ادیر ان لیجن جی پشت او چلو دو سال سه سال جی رژیم سوری جو سیاست تا به پارتی کی تنه حزب کی تنه کارت کی بمجی کی بنرین کی ذکر به بهاری آمد او نرین و بهر فی ولش کی گوتنه خوش دی جوات ده هاتنه گوتن تواییات تکز کر سر براتیه لبله اف گوتن یه کنگی ببن کرد جواکه ده اف روژه پیش یه بدن خویا کرن جهولا کنگر لدرکه احمد صوفی آرک تیوی